خلال إشرافه على افتتاح الطبعة 25 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أن التحدي هو رفع نسبة المقروئية وتعزيز مكانة الكتاب خاصة لدى فئة الشباب. لا يجب أن نتوقف عند طبع الكتاب، ولكن يجب أن نروج للكتاب حتى يقرأ. الله فيك. حتى يقرأ، فهمت؟ هذا الهدف تاعنا، أنه نسبة المقروئية توصل درجة اللي الشباب تاعنا راه يرغب فيها، ولكن لازم نحسوه بضرورة القراءة. السيد رئيس الجمهورية خذ قرار باش يكون كراء تاع كله يعني على عاتق الدولة بالجانب، وهذا يدل على رغبة الدولة الجزائرية مش في تشجيع برك ثقافة، ولكن في تكريسها. تكريس ثقافة، لا يكفي أن نشتري كتابا ولكن يجب أن نقرأ الكتاب. الوزير الأول شدد على التعزيز من الإصدارات التي تبرز تاريخ الجزائر خاصة في فترة ما قبل المستعمر. يعني حبذا لو كنت تكون هناك يعني مواضيع تخص يعني تاريخ الجزائر قبل 1830، هناك بعض من التوجهات تريد حصر تاريخ الجزائر من 1830 إلى 1962. يعني حبذا تكون هناك يعني مقالات وأبحاث يعني تركز حول تاريخ الجزائر قبل 1830، قبل قدوم الاستدمار إلى الجزائر. وخلال جولته زار الوزير الأول جناح ضيف شرف الطبع إيطاليا، كما عرج على جناح فلسطين والإمارات وسلطنة عمان وموريتانيا والصحراء الغربية، بالإضافة إلى دولة الكويت التي تشارك لأول مرة. يعني التأكيد بأنه حارة المغاربة يعني كانت وقفا من الإمام سيدي أبي مدين الغوث. نعم صحيح. كانت وقفا من سيدي أبي مدين الغوث الذي ذهب من الجزائر لمحاربة الصليبيين في عهد صلاح الدين. صلاح الدين وصلاح الدين سمى إكراما. وهناك من يريد أن يزور هذه الحقيقة بنسبة باب المغاربة إلى طرف آخر. هو الكتاب إذن يعود بمناسبة معرض الجزائر الدولي بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كورونا، ليكتب رواية جديدة عنوانها نقرأ لنرتقي.